بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في محكم تنزيله: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله العظيم. الإخوة القادة العسكريين والأمنيين، الضباط وضباط صف، وأفراد قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني، المشاركين بتمرين مكافحة الإرهاب حرس المملكة واحد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أنقل لكم تحيات سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه على ما تقومون به من جهود كبيرة ومقدرة في الحفاظ والسهر على أمن وحماية المملكة وراحة المواطنين، كما أنقل لكم تحيات سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. والآن أقول بسم الله نبدأ، وعلى بركة الله نتوكل، ونعلن بدء التمرين الوطني المشترك لمكافحة الإرهاب حرس المملكة واحد، والذي يأتي تنفيذه في هذا اليوم بمجمع السيف التجاري، حيث يعتبر هذا التمرين استكمالاً للتدريب والتنسيق الأمني المشترك والمتواصل فيما بين الوحدات والإدارات المعنية بمكافحة الإرهاب. لكل من قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني بالتعاون مع النيابة العامة البحرينية كمشرع قانوني. الأخوة المشاركين، إن الأمانة اللي أولاها سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظ الله ورعاه، وحملها لأبنائه منسوبي قواته المسلحة الباسلة بكافة صنوفها وإداراتها وأجهزتها الأمنية بالحفاظ على الوطن وعلى أمن وحياة المواطنين والمقيمين وحماية استقرارهم والحفاظ على المكتسبات والمنجزات والمقدرات الوطنية للدولة والشعب في مملكتنا الغالية، وحرصة دائما لكي تبقى مملكتنا منارة شامخة للتعايش السلمي، ومقصدا للقاصي والداني، وواحة للأمن والأمان كما كانت على مر التاريخ والأزمان. يا رجال، وأنا باسمكم جميعا ومن هذا الميدان أقول بأننا سنبقى الجنود الأوفياء المخلصين لله ولسيدي حضرة صاحب الجلالة وللوطن، ونعاهد جلالته بأننا على قدر المسؤولية والأمانة الموكلة إلينا، وسنبقى السد المنيع ونقدم دمائنا وأرواحنا فداء في سبيل عزة ورفعة وأمن مملكتنا، وسوف نتصدى ونحارب ونضرب بكل ما أوتينا من قوة وبكل حزم كافة الجماعات الإرهابية بجميع أشكالها وألوانها والخلايا المأجورة الرخيصة والمدعومة من الدول المارقة والمتآمرة معها، والتي تسعى وتحاول النيل من أمن مملكتنا والاعتداء على مقدراته ومكتسباته وعلى حياة مواطنيه وترويع الآمنين وتدمير مصالحهم وأموالهم ومقومات حياتهم وكرامتهم الإنسانية، ومحاولاتهم البائسة للعبث بأمن المجتمع وحرياتهم، والتي ستبقى بإذن الله عصية عليهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.